السلام عليكم، هنتكلم مع بعض النهارده ثلاث مواضيع. اول موضوع ماتش الزمالك والمصري، ثاني موضوع ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الانجليزي، الموضوع الثالث هناخد لمحه سريعه كده عن ملخص ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي. كده صور الطبله بتلف، نستنى بقى ما الطبله تلف ونرجع نكمل الفيديو. اسمعوا الطبله، هسيبكم بقى، مش هسيبكم بقى، هقطع الفيديو وارجع اكمل بعد ما الطبله تمشي من الشارع بتاعنا. ماشي، نرجع تاني للفيديو. اول موضوع معانا هو ماتش الزمالك والمصري. نعرف الماتش الاول، كان ماتش في الدوري بين الزمالك والمصري، انتهى بفوز الزمالك على النادي المصري بنتيجه 2-1 بعد ريمونتادا رائعه. نرجع مع بعض شريط الاهداف. في الدقيقه 33 المصري بيسجل الهدف الاول وتبقى 1-0 للمصري. في الدقيقه 61 زيزو بيسجل هدف عالمي من ضربه ثابته وتبقى نتيجه التعادل 1-1. والدقيقه 67 او 76 76 انا بتلخبط في الارقام. الدقيقه 76 سيف الدين الجزيري بيسجل بعد لحظات من نزوله وبيقلع تيشيرته وبيولع الدنيا ويبقى النتيجه 2-1 لنادي الزمالك. المصري بعد الخساره دي بقى في المركز ال11 برصيد 19 نقطه، ونادي الزمالك بعد الخساره دي بيحافظ على الصداره بتاعته برصيد 38 نقطه بفارق 6 نقط عن الاهلي اللي بعد الماتش ده بقى مؤجل له 3 ماتشات. الف مبروك لنادي الزمالك وارد لك للنادي المصري ومعين الشعباني. وزي ما احنا شايفين الزمالك ماسك في الصداره باسنانه، فيا ريت النادي الاهلي يركز ويبطل تضيع نقط عشان خاطر الدوري ما يروحش. نيجي لتاني موضوع معانا، هو موضوع مانشستر يونايتد وتشيلسي. نعرف الماتش الاول، كان ماتش في الدوري الانجليزي على ملعب اولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد، انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. تشيلسي بدأ بالتسجيل في الدقيقة 60 عن طريق ماركوس ألونسو، وبعدين رونالدو بيرد بعدها بسرعة في الدقيقة 62 بهدف لإعادة النتيجة وتبقى 1-1. موقف تشيلسي في الدوري بعد التعادل ده بقى في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، مانشستر يونايتد بقى في المركز السادس برصيد 55 نقطة عشان موقفه يتأزم أكتر في الدوري، مع العلم إن مانشستر يونايتد لعب ماتشين زيادة عن أغلب الفرق اللي بتلعب في الدوري عشان أغلبيتهم بيلعبوا في البطولات الأوروبية، دوري الأبطال، تشيلسي كان لسه خارج في المؤجلات. وليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري وفي الدوري الاوروبي في ويست هام، وفي دوري المؤتمر الاوروبي في فرق ليستر سيتي وفي فرق تانية. ولكن تتخيل ان هو 55 نقطه في المركز السادس واغلب الفرق لسه 34 33 ماتش، ومانشستر يونايتد لعب 35 ماتش، فكل ده بيأزم من موقف اليونايتد في الدوري. ومشاركه مانشستر يونايتد في البطولات الاوروبيه بقت مهدده، يعني هو دلوقتي في المركز السادس لو الدوري خلص على الترتيب ده، مانشستر يونايتد هيشارك في الدوري الاوروبي بس لسه ويست هام بعد اليونايتد على طول. لو كسبت الماتش المؤجل ليها هيبقى 55 نقطه ولسه الدوري في كذا جوله لسه ما خلصوش. فاحنا بنتمنى كل التوفيق لليونايتد، واليونايتد برضه في مشاكل في الاداره زي الرجاء زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. نيجي بقى لثالث موضوع معانا، هو الدوري الاوروبي، وناخد لمحه سريعه كده عن اللي حصل في ذهاب الدوري الاوروبي، ذهاب نصف النهائي. كان في ماتشين النهارده، اول ماتش هقول الاسم بالراحه عشان انا بتلخبط فيه، اينتراخت فرانكفورت الالماني مع ويست هام يونايتد الانجليزي، وتاني ماتش كان بين لايبزيج الالماني مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي. نتكلم الاول عن الماتش الاول اللي هو بين اينتراخت الالماني وويست هام الانجليزي. الماتش كان في لندن على ارض ويست هام، انتهى بفوز اينتراخت فرانكفورت العنيد اللي طلع برشلونه من البطوله ديت على ملعبه في الكامب نو وهزم هناك. الماتش ده برضه فاز على ويست هام في ملعبه بنتيجه 2-1، واللي هيكون ليه راي ثاني كمان في مباراه العوده في المانيا. والماتش الثاني اللي كان بين لايبزيج الالماني ورينجر الاسكتلندي، والماتش كان في المانيا وانتهى بفوز لايبزيج بنتيجه 1-0 على ضيفه رينجرز الاسكتلندي. توقعات العوده بقى، انا توقعات انا بالنسبه لماتش فرانكفورت وويست هام، فرانكفورت هيبقى له راي ثاني برضه في المانيا، ممكن يكسب هناك كمان. وبالنسبه لرينجرز ولايبزيج، هل يا ترى رينجرز هيكون له رد فعل على ملعبه في اسكتلندا؟ ويبدو في الغالب ان النهايه هيكون في فرقه من المانيا. دي كده نهايه فيديو النهارده، قولوا رايكم تحت في التعليقات واشتركوا في القناه لو انتوا لسه مش مشتركين. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. سلام.